تغطيتنا إذن مشاهدينا مستمرة للحدث. كما قلت تمت أمس المصادقة على القانون الأساسي للحزب، وهذا القانون يهدف ربما إلى تعزيز الحريات و تكريس النظام الجمهوري، بالإضافة لضمان حرية اختيار الشعب كمصدر للسلطة. الأفلان إذن متمسك حسب ما جاء في أشغال هذه الدورة، متمسك بالدفاع عن الهوية الوطنية. إذن نتحول بكم الآن مشاهدينا إلى القاعة البيضاوية لنرصد لكم أشغال المؤتمر العاشر للأفلان في يومه الثالث والأخير. إذن مشاهدينا، كما تتابعون هذه الصور والمشاهد التي ننقلها لكم من القاعة البيضاوية بالمركب الأولمبي محمد بوضياف، الكل الآن ينتظر دخول الأمين العام للأفلان عمار سعيداني لإلقاء كلمة، وكذلك سيتم الكشف عن الأعضاء الجدد للجنة المركزية. وفي الصفوف الأولى كما شاهدنا قبل لحظات العديد من وزراء حكومة عبد الملك سلال الرابعة، وكذلك عدد من رؤساء الأحزاب السياسية في الوطن، وكذلك عدد من الشخصيات الأجنبية التي وجهت لها الدعوة قبل انطلاق المؤتمر العاشر للحزب العتيد. هذا الأول قوة سياسية في الجزائر التي إذن تتواصل أشغال وفعاليات مؤتمره اليوم الثالث والأخير، أين كما قلت العديد من النتائج التي سنرصدها لكم مشاهدينا في تغطيتنا الإخبارية المتواصلة ودون انقطاع. إذن بالعودة كذلك ربما إلى مواد القانون الأساسي للأفلان الذي تمت المصادقة عليه، حيث لقي القانون الأساسي ترحيبا من قبل العديد من المناضلين. إذن يقال لي بأننا سنتحول بكم إلى القاعة البيضاوية، وزميل طاهر بنزين، مساءك سعيد طاهر. ربما هل من جديد، هل من تفاصيل؟ ومعك أحد قيادي الحزب العتيد السي عفيف داخل القاعة البيضاوية، أين ينتظر أن يحل الوزير الأول عبد الملك سلال، يكون مع رفقة الأمين العام عمار سعداني. وفي آخر مستجدات التي وصلت قناة النهار أن عدد من الوزراء تم التحاق رسميا كأعضاء للجنة مركزية، يتقدمهم الوزير الأول عبد الملك سلال، إضافة إلى قاضي عبد القادر ووزير أشغال العمومية والي عبد القادر، ووزير سكن عبد المجيد تبون، ووزير الصحة عبد الملك بوضياف. ولتأكيد تسريبات قناة النهار يلتحق معنا القيادي سي عفيف. أهلا بك سي عفيف. أهلا، هل يمكن لك تأكيد صحة التسريبات التي بلغتنا؟ هو في الحقيقة التأكيد قبل قراءة قائمة أعضاء اللجنة المركزية من طرف الأخ الأمين العام، فيبقى إلا ما نقولش إشاعات ولكن احتمالات، ولكن احنا نعلم أن عدد كبير من الوزراء وخاصة وأيضا الأخ معالي الوزير الأول فهم مناضلين في جبهة التحرير الوطني، وفيه وزراء وكل واحد يعلم أنهم مناضلين قدماء في جبهة التحرير الوطني، ونذكر منهم من ذكرتهم الآن وهم متواجدين معنا في اختتام أشغال هذا المؤتمر العاشر لحزب التحرير الوطني. إذن من المحتمل، وهذا شرف كبير لحزب التحرير الوطني، أنه يسترجع قواه ويسترجع يعني مناضليه وإطاراته الذين قدموا الكثير للجزائر، وأنا أعتقد أن الحزب في حاجة إليهم، وهذا ما يؤكد أن حزب التحرير الوطني يصبح الحزب الرائد والحزب الذي يقود، كما قال فخامة الرئيس في رسالته القوية التي قرأها الأخ الوزير خوا طاهر،
أن الحزب يبقى الحزب الرائد والحزب الذي يبقى. أنا أعتقد الحزب الذي لابد عليه انطلاقا من هذا المؤتمر أنه يعطي درس في الديمقراطية ويعطي درس أيضا في الشفافية وأيضا في روح المسؤولية وحب الوطن. شكرا سيد سي عفيف. إذن العودة إليكم زميلي ونوفيكم بالمزيد من المستجدات خلال الساعة الإخبارية الحالية أو اللاحقة. شكرا لك زميلي طاهر بنزين، حدثنا من القاعة البيضاوية، وشكرا للقيادي بالفلان سي عفيف. إذن كما تابعنا الآن، عدد من وزراء حكومة عبد الملك سلال ستكون ضمن اللجنة المركزية الجديدة للحزب العتيد، من بينهم وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، وكذلك عبد الملك بوضياف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، بالإضافة إلى الوزير الأول عبد الملك سلال الذي أكد خلال اليوم الأول من انطلاق فعاليات وأشغال المؤتمر العاشر أنه مناضل في الأفلان منذ سنة 68 و1000. ربما نترككم مع هذه المشاهد لليوم الثالث والأخير، لحظات فقط قبل دخول الأمين العام للأفلان والكشف عن قائمة أعضاء اللجنة المركزية الجديدة. عودة إليكم من جديد مشاهدينا إلى تغطيتنا الإخبارية المتواصلة ودون انقطاع على قناة أنهار والقناة الإخبارية في الجزائر. إذن مشاهدينا، من الآن إلى غاية ساعة السادسة ونصف ربما سنربط الاتصال بالزملاء المتواجدين على مستوى المركب الأولمبي محمد بوضياف ونقل لحظة بلحظة فعاليات اليوم الثالث والأخير. اللجنة المركزية الآن تم التعرف على بعض الأسماء الذين سيكونون ضمن هذه اللجنة التي بدورها ستقوم باختيار انتخاب وتزكية الأمين العام الجديد لأول قوة سياسية للقوة السياسية الأولى في الجزائر. من بين الأسماء الجدد هناك عبد الملك سلال الوزير الأول، وكذلك عبد الملك بوضياف وزير السكن، عبد القادر قاضي وكذلك وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الملك بوضياف. إذن عدد أعضاء اللجنة المركزية ارتفع خلال هذه الدورة والمؤتمر العاشر للحزب العتيد إلى 505 أعضاء بعدما كان عددهم 355 عضوا. وحسب القانون الأساسي الذي تمت المصادقة عليه من قبل المندوبين 6000 من بين إحدى المواد في حال شغور منصب الأمين العام للأفلان، تحال مهمة تسيير الحزب إلى أحد أعضاء اللجنة المركزية الأكبر سنا. إذن مشاهدينا، تتواصل أشغال المؤتمر العاشر، ونتحول بكم الآن كذلك إلى القاعة البيضاوية. نعم، كما نتابع وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال من بين الحضور في الصفوف الأولى، من بين الحضور في المؤتمر العاشر للحزب العتيد. إذن وإلى جانبها عبد القادر قاضي والعديد من وزراء حكومة عبد الملك سلال وكذلك العديد من القياديين على مستوى حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وكما تابعنا كذلك وزير التجارة عمارة بن يونس من بين الحاضرين في اليوم الثالث من المؤتمر العاشر للحزب.
التشبيب والتجديد إذن هو شعار هذا المؤتمر مشاهدينا. كذلك تابعنا خلال اليوم الأول الرسالة التي بعث بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والتي قرأها نيابة عنها الطاهر خاوة، إذن التي قرأها وتم تزكية إذن السيد عبد العزيز بوتفليقة كرئيس للحزب العتيد عوض الرئيس الشرفي للحزب. إذن كما قلت رئيس الجمهورية بعث برسالة، وكما نتابع العديد من الوزراء في حكومة عبد الملك السلال في الصف الأول وفي انتظار دخول الأمين العام للأفلان عمار السعيداني والجلسة الختامية التي سيتم الكشف فيها مشاهدينا عن أعضاء اللجنة المركزية. أيضاً الأشغال تتواصل بعدما تمت المصادقة أمس. عمار بن يونس وزير التجارة ورئيس حزب الأنبياء الآن حاضر، كذلك مشاهدينا الكل تحدث ربما عن الأمناء العامين السابقين للحزب العتيد الذين غابوا عن فعاليات وأشغال هذا المؤتمر، العديد من المتتبعين للشأن السياسي. ربما أعيد وأقرأ لكم بعض ما جاء في رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي حيا كل مناضلي الحزب العتيد. إذن مشاهدينا كما نتابع الآن وننقل لكم على المباشر فعاليات المؤتمر العاشر، هذا الموعد السياسي الهام للقوة السياسية الأولى في البلاد. إذن ربما هذا المؤتمر يثمن التشبيب والتجديد، حتى أن الأمين العام للأفلان عمار سعيداني دعا كل المناضلين إلى توحيد الصفوف الحزب العتيد ووجه تعليمات إلى كل أمناء المحافظات التي بلغ عددها إلى 120 محافظة في الوطن. دعا كل الأمناء إلى فتح الأبواب إلى كل الكفاءات الشابة للانخراط في الأفلان. إذن وكما تبعنا خلال الأيام الماضية حتى العدالة، المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس أصدرت حكما برفض الطعن الذي قدمه الجناح المناوئ لعمار السعيداني، والذي والدعوة التي كانت تتمحور وتتعلق بإلغاء المؤتمر الذي انطلق بتاريخ 28 من هذا الشهر. إذن دائما مشاهدينا في تغطيتنا المتواصلة يقال لي من غرفة التحكم قبل أن يدخل، إذن الكل ينتظر كلمة الأمين العام للأفلان. ربما سنتحول كذلك إلى القاعة البيضاوية و منى مالك المتواجدة معنا طيلة تغطيتنا المتواصلة للمؤتمر العاشر للأفلان والجديد. ربما أهلا بك مجددا وأهلا بمشاهدينا الكرام، إذن دائما من القاعة البيضاوية التي تحتضن هذا الحدث السياسي الهام. إذن حالة ترقب تعم قاعة البيضاوية، خصوصا وأنه بعد قليل سيتم الإعلان على أعضاء اللجنة المركزية والمصادقة عليهم. إذن للمزيد من التفاصيل تحق بي السيد نور الدين السد وهو قيادي بحزب جبهة التحرير الوطني. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا. الآن سيعلن بعد لحظات على القائمة النهائية لأعضاء اللجنة المركزية في حزب جبهة التحرير الوطني من المنتخبين في كل المحافظات، كل المحافظات التي وهي عددها 181
وكما تعلمون أن المحافظات الأم منها اثنين وامرأة، والمحافظات الجديدة منها رجل وامرأة، والعدد الآن اتسع بين 450 إلى 505، ولأول مرة في تاريخ حزب جبهة التحرير الوطني يكون هذا الاتساع ويكون هذا الحشد الواسع ويكون هذا الانتشار المتميز. وستشهد الجزائر بهذا الإغناء لجبهة التحرير وهذا الاتساع وهذا الانتشار لاستيعاب كل أبناء الجزائر وكل الشباب وكل الطاقات الحية، وستتمكن الآن قوى الوطنية وخاصة حزب جبهة التحرير من تعزيز الجبهة الوطنية ومن تقوية الجبهة الوطنية ومن مواجهة كل التحديات على مستوى الداخلي والخارج، خاصة ونحن في ظروف صعبة جدا تحيط بنا من كل النواحي، وفي ظل التحولات الدولية التي يشهدها الناس ويشهدها العالم، ستبقى الجزائر قوية في تعزيز الاستقرار والتنمية، وستتمكن حزب جبهة التحرير من تمكين لبرنامج رئيس الجمهورية الذي شرف المؤتمر برسالة قوية تنبئ عن مدى تجذر هذا الحزب في أعماق المجاهدين الأشاوس. وقد تشرف الحزب كذلك بأن يرأس رئيس الجمهورية حزبنا، وقد صوت المؤتمر بالحشود الكبيرة الواسعة بتعزيز هذا الموقف المشرف، ونحن على يقين بأن هذا التجديد بالنسبة للشباب سيتحملون العبء، واستلموا هذه فرصتهم، استلموا المشعل، ونأمل أن يكونوا أقوياء أشداء في أن يمكنوا للوطن بأن يقوى أكثر وأن يكون عزيز بمؤسساته بأحزابه بمجتمعه المدني وخاصة بالمؤسسات الوطنية. إن حزب جبهة التحرير الآن نشهده وهو يتجذر ويتعمق أكثر ويفتح صدره ويفتح كل هيئاته في الهيئات المؤسسية سواء على مستوى القسمات أو على مستوى المحافظات وحتى بالنسبة للجنة المركزية، يشهد هذا الاتساع الواسع وهذا الانتشار الواسع، ونحن شعرنا بهذه الثقة الواسعة في مواطنينا في حزب جبهة التحرير الوطني وخاصة في شبابنا وخاصة الشباب المتكون والجامعي والشباب باعتباره أنه قوة دافعة لبناء المستقبل وتعزيز بناء مؤسسات الدولة. لاحظنا بأنه يتوافد بقوة على حزب جبهة التحرير، وأن حزب جبهة التحرير يسعه ويستوعبه ويسلمه المشعل، ونحن أكثر سعادة لأن جهدنا وتعزيزنا لبناء هذه المؤسسة الحزبية والسياسية وتعزيزنا لكل القوى الفاعلة في الوطن، نشهد بأن هذه الجهود التي بذلناها لم تضع سدى، خاصة وأن شبابنا الذين نحن سعداء بتواجدهم في هذا المؤتمر الواسع وبهذه الكثافة الواسعة، هذا يسعدنا ويمكننا من بذل الجهد معهم أكثر، ونحن سعداء لتسلمهم المشعل في قيادات وعملهم لاحقا بجهود فاعلة في تعزيز هذا البناء الوطني أكثر. نور الدين، لاحظنا أنه حضور قوي لطاقم الحكومي اللي هو طاقم حكومة سلال أربعة، باستفادتكم عن قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني وتقلدتم أيضا عدة مناصب في هياكل الحزب، كيف تقرؤون وجود وحضور الطاقم الحكومي؟ يعني كانوا ضيوف، نزلوا ضيوف خلال اليوم الأول من المؤتمر وأيضا في اليوم الثالث والأخير من المؤتمر العاشر، ما هي قراءتكم لذلك؟ قراءتنا أقول بأن حزبنا قاطرة مركزية في تعزيز بناء مؤسسات الدولة، وحضور أعضاء من الهيئة التنفيذية هو تعزيز للحزب، والحزب يعززهم وبالعكس يدعمهم ويدعم كل البرنامج لأنهم متكفلون بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، وهذا الذي نادينا به وهذا الذي نمارسه وهذا الذي نعززه في مؤسسات الدولة خاصة، ووجودهم ما هو إلا تعبير عن ولائهم لحزب جبهة التحرير، وحضور كذلك الهيئات الدبلوماسية اللي متواجدة على مستوى الوطن ينبئ بأن هناك شهادة صادقة من هذه الهيئات الدبلوماسية الممثلة في وطننا
ستشهد بأن هذا المؤتمر تم بكل شفافية وبكل مصداقية، خاصة بإشراف الهيئة القضائية الممثلة في هذا الأخ النوتير هذا اسمه الموثق، وكل الناس تشهد الآن وعلى المباشر، وكان المنبر مفتوح ليتداول عليه كل الإخوة المناضلين والمواطنين والمندوبين خاصة، وقالوا كلمتهم بصدق وأمام الملأ وأمام الإعلام والرأي العام. ونحن بالعكس نسعى دائما لأن يكون حزبنا منفتح أكثر على كل هيئات الإعلام ومؤسسات الإعلام وعلى المجتمع المدني وعلى مواطنينا، وليس لدينا ما نخفيه في حزب جبهة التحرير. هذا مؤتمر تم بشفافية مطلقة وبحضور أكثر من 6000 مندوب، وهذا يبين، وتصوروا في قاعة رياضية بيضاوية تحمل الآلاف، هذا الحشد الكبير دليل على توافد مواطنينا ومناضلينا خاصة المناضلين والمؤتمرين من المدعوين والمندوبين، ينبئ بأن هناك دفع قوي وهناك رغبة قوية في تعزيز هذا الصرح السياسي الكبير وهذا الحزب العتيد. سيد نور الدين سيد، أيضا ربما مع وجود هذا الطاقم الحكومي وربما سنشهد بعد لحظات أيضا الإعلان على أسماء من حكومة سلال أربعة ستنضم إلى أعضاء اللجنة المركزية، هل هذا سيسقط اسم يعني اسم تكنوقراط على حكومة سلال أربعة؟ مسألة تكنوقراط لا أتصور بأن في العالم كله ليست هناك حكومات سياسية، الحكومات في العالم كلها وخاصة في المجتمع المدني تحكمها الأحزاب ذات الأغلبية، وبالنسبة لنا انضمام الإخوة ووجودهم معنا وعملنا المستمر وقبل أن يتواجدوا بصورة مباشرة وأمام الملأ بهذا الظهور، كنا ندعم برنامج رئيس الجمهورية، ندعم الحكومة، وحزب جبهة التحرير كان دائم باستمرار منذ فترات، يعني منذ الاستقلال هو مؤسس الدولة الجزائرية، لا يمكن أن بالعكس إلا أن يكون داعم للهيئة التنفيذية وللبرامج الأساسية للدولة الجزائرية، حفاظا على المواطنين، حفاظا على حياة المواطنين وكرامتهم، حفاظا على العيش الكريم لمواطنينا. وحزبنا لا يمكن أن يتخلى عن توجهه ومبادئه وقيمه المعززة لبناء دولة الحق والقانون والديمقراطية. شكرا لك سيد نور الدين سيد، عضو قيادي بحزب جبهة التحرير الوطني. إذن شكرا، بارك الله فيك. إذن زميلي بس، هذه هي أجواء المؤتمر العاشر لحزب جبهة التحرير الوطني، نقلناها لكم أولى بأولى، وما زلنا نتواصل معكم إلى حين الإعلان عن بدء الجلسة بإعلان عن قائمة أعضاء اللجنة المركزية، فالكل هنا يعيش حالة من الترقب. سنوفيها لكم في نعم. ربما إذن كما نرى أعضاء من حكومة سلال تدخل الآن، من بينهم وزير السكن نور الدين تبون. إذن هذه هي أجواء المباشر زميلي بسا. إذن عند دخول رئيس المؤتمر الوطني الأمين العام عمار سعيداني سنتصل بكم مجددا. تغطيتنا كذلك منى مالك، لحظة بلحظة لكل الأحداث ومن بينها المؤتمر العاشر للحزب العتيد. إذن كما نقلنا لكم دخول بعض وزراء حكومة عبد الملك سلال الرابعة، ومن بين تلك الأسماء التي ستنضم إلى قائمة اللجنة المركزية للحزب العتيد. إذن كما تابعنا مشاهدينا تفاصيل اليوم الثالث والتي ستتواصل إلى غاية دخول الأمين العام للفلان عمار سعيداني الحزب العتيد، الذي شهد خلال السنوات القليلة الماضية صراعات وخلافات بين العديد من قياديها، والكل كان ينتظر أن يكون المؤتمر العاشر كفرصة لكي تجتمع عائلة الفلان، إلا أن غياب بعض المسؤولين بعض القيادات بالحزب العتيد حال دون ذلك، و توسيع القيادة النضالية من أولويات هذا المؤتمر العاشر. تغطيتنا متواصلة ودون انقطاع للقناة الإخبارية الأولى في الجزائر. فاصل إعلاني ثم نعود.